أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا في الاستوديو ضيفنا الكريم الفاضل القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. تكلمنا في الحلقات الماضية عن النبي وما هو الرسول وما هي مهمة الرسول وعلاقة الرسول بالله وبصفات الرسول أيضا، وجاء أيضا في القرآن أن الرسول هو جاء رحمة للعالمين، وأنه جاء عن الرسول أيضا إنك لعلى خلق عظيم، وجاء أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ووردتنا أسئلة جديدة تتكلم عن شخصية الرسول أيضا، فهل نسترسل في الحديث بخصوص انطباق مواصفات الرسول على النبي محمد بالتحديد؟ تأكيد. نعم. نسترسل، وقبل أن نسترسل أيضا نقول نتذكر كلام الشيخ الدكتور عبد المعز عبد الستار الذي يطالب بمحاكمة الكتب الدينية أو السماوية، وكلام الدكتورة عائشة عبد الرحمن اللي بتقول ان احنا لازم نكشف كل حاجة. نعم. ونتكلم بصراحة عن حياة الرسول خاصة. انا بعود للمشاهد عشان ربما يكون عندنا مشاهدين جداد جايين يسمعوا ويشوفوا، فبدي الخلفية نفسها علشان ما حدش يظن ان احنا بنتهجم على دين او بنتهجم على نبي دين، لكن احنا بنطرح تساؤلاتنا في حوار نرجو أن يتم من الطرف الآخر، يظهر حد من الأفاضل العلماء في الإسلام يقولوا أنتوا فعلا يعني قلتوا كده وكده، لكن إيماننا كده والأحاديث عندنا كده والبراهين كده، فيعني دي لازم نعملها ولازم نسترسل بالتأكيد في مناقشة هذا الموضوع. زي ما حضرتك تفضلت وقرأت الآيات أن الرسول قدوة حسنة. نعم. وعلى خلق عظيم. نعم. فبنطرح تساؤلات لا أكثر ولا أقل، تساؤلات، لأن طالما عندنا فكر وعقل لازم نفكر. نعم. تساؤل يعني مدى انطباق هذا الخلق العظيم والأسوة الحسنة على بعض التصرفات اللي أنا نفسي عندي علامات استفهام كبيرة قوي على كل وقع منها. نعم. أخذ بحث. زي إيه مثلا؟ زي تعامله مع الناس اللي كانوا بيعارضوه في الفكر أو الرأي. يعني اللي أنا بقول عليه لو واحد عنده خلق عظيم فعلا وأسوة حسنة، يشوف اللي معترض ده رأيه ايه ويجاوب عليه بالمنطق ويفهمه وإلى آخره، وإذا موافقش زي ما كان بيقوله هو في مكة، لكم دينكم ولي دين وما أنا إلا مبشر ونذير. نعم. وما علي إلا البلاغ. لكن التصرفات دي الحقيقة بصراحة كده عملت لي صدمة، فأنا عايز إجابة ليها. تفضل. فأنت تقول أن النبي محمد لم يكن يسالم الناس. أنا بحط سؤال. أها. يعني هي وقائع أنا قريتها. أيوة. وحط سؤال، أنا ما بهاجمش. نعم. أنا حط سؤال عشان نفكر فيه، واللي عنده رد يكتب لنا على العنوان اللي هيتحط على البتاع. مش كده؟ نعم. إيه التساؤلات؟ كان في إنسانة كبيرة حكيمة محترمة في جيلها اسمها أم قرفة. الست دي كانت عندها 120 سنة، لكن كان من حكماء، كانت من حكماء العرب. هذه المشاهدين عبرت عن رأيها معارضا للرسول، فما كان منه إلا أنه أرسل لها بعثة بقيادة زيد ابن حارثة. راح هناك، أنا مش قادر أتصور، مسكوا الست الكبيرة قلبوها رجلها لفوق ورأسها لتحت، وجابوا جمالين قصاد بعض، بس جمل وشه كده وجمل وشه كده، وقفهم كده وربطوا رجل الست هنا في رقبة الجمل ده
والرجل التانية ربطوها في الجمل، في رقبة الجمل ده، وضرب في الجمال تمشي خلف خلاف. فالست اتشقت نصين. منظر بشع جدا. تساؤلي يعني ليه؟ يعني أمين رحمة للعالمين، لكن أنا عايز أفهم إيه الرحمة في الحتة دي؟ بس مجرد تساؤل. مجرد تساؤل. وإذا كان في أي إجابة عند أي حد يتفضل ويقول لنا. وهكذا أيضا صنع مع آخرين أخريات. أنت تتصور إنه هل لديك أمين، هل هذه الحادثة أو مذكورة في كتاب معين؟ طبعا السيرة النبوية. في تاريخ السيرة النبوية. ما ليه؟ على الإنترنت كتاب المغازي للوقدي وغيرهم يعني. نعم. مذكور. نعم. عارف انتقم من كام معارض له؟ من 13 معارض له اغتيالا بالسيف، اللي منهم كان لسه عريس وبعت له بعثة ويفهموه عشان يهنوه بالاسم ان هو رايحين يهنوه، وحطوا السيف في كرشه. هل في أسماء أو أشخاص شخصيات معينة؟ طبعا. عندك مثلا واحد زي كعب ابن الأشرف. نعم. أبا عفك اليهودي ابن الأخطل، أنس ابن زينب النصراني، أبا سفيان ابن الحارث، الحويرس ابن تفيد، عقبة ابن أبي معيط، كعب ابن زهير ابن أبي الحقيق. راحوا له الراجل، خبطوا على الباب بالليل، مراته طلعت بتقول لهم فيه، جم قافلين بقه ورفعوا السيف، قال لو نطقتي هنقطع رقبتك، ودخل على الراجل نايم على السرير، جم حاطين السيف كده، حط الراجل حط السيف في بطنه وجه رامي نفسه على ايد السيف لحد ما سمع العظم بيطرقع مع السيف، طلع السيف من ظهر الرجل وهو نايم. حاجات غريبة الشأن يعني، بتعمل لي علامة استفهام كبيرة في دماغي. الأسود العبسي، عبد الله بن مسعد، الحارس ابن الصامت، عبد الله ابن أبي السرح، لولا شفاعة عثمان بن عفان. عبد الله بن أبي السرح ده كان عمل إيه؟ كان من الكتبة، هو كان من قريش وبعدين آمن بالإسلام، فبقى مع الرسول كاتب بيكتب، بعدين نزلت آية الخلق فاتبسط قوي، اتبسط منها قوي عبد الله بن أبي السرح، فقال للرسول إيه؟ تبارك أعظم الخالقين. فالرسول قال له هكذا نزلت وكتب. الراجل ساعتها فكر بمخه، قال لو أنا فعلا قلت الكلام اللي نزل في الوحي أنا بقيت نبي. ما أنت كنت بقول الكلام الوحي يبقى أنا نبي، وإذا ما كانش فعلا زي ما قال الرسول إنها نزلت كده، نعم، يبقى أنا بتبع إيه؟ وسكت وخد بعضه ورجع إلى قريش إلى مكة. فلما حصل الفتح، فتح مكة، إن النبي قال لهم اذهبوا إلى فلان وفلان وفلان هاتوهم ولو تعلقوا بستائر الكعبة. اقتلهم، اقتلوهم. فعثمان تشفع في هذا الرجل وقال له معلش سيبه، وساب، وبعد كده أسلم ورجع تاني، لكن كان عايز يقتله. طيب ليه المعارضين يتقتلوا؟ طب ما نترك لهم فرصة، ده انت راجل رحمة، انت رحمه للعالمين. تساؤلات، يعني مجرد تساؤلات، انا مش بحتاج، هي كلها تساؤلات. عارف قد ايه من النساء اغتلهم ايضا؟ انا مش عارف. ارسل فاقتلهم. ام قرفه اللي شقها نصين، عصماء بنت مروان ارسل لها عمير ابن عدي فقتلها، فلما رجع وقال له قتلتها، قام النبي يقول له ايه؟ نصرت الله ورسوله يا عمير. نصر بالاغتيال علامة استفهام برضو، أنا مش بعترض، أنا بسأل. السيدة سارة مولاة عمرو ابن هاشم، السيدة هند بنت عتبة ابن ربيعة، واتنين بنات ابن الأخطل،
الكلام ده موجود في صحيح مسلم، صحيح مسلم، وفي السيرة النبوية، وفي كتاب المغازي للوقدي، موجود على الانترنت. وأكتر من هذا بقى الشيء اللي أنا يعني ما كنتش قادر أتصوره بصراحة، دي كلها اغتيالات. عندما قتل بني قريظة الرجال، أخذ النساء والذرية يعني الأولاد. وصدمت عندما قرأتها في كتاب المغازي للوقدي، سبايا خدهم سبايا، مش كده بس، أرسل فباعهم في الشام واستبدل بأثمانهم سلاحا وخيلا. كلام ده في مراجع إسلامية. أي مرجع؟ كتاب المغازي للوقدي، موجود على الإنترنت، سيرة النبوية، بتعمل له كليك. أي موقع؟ السيرة النبوية، موقع السيرة إسلام، إسلام، سيرة نبوية، سيرة نبوية على الإنترنت. على الإنترنت، نعم. فيعني إزاي بأي، يعني الوضع صعب. طب فين الرحمة؟ يعني بس ده مجرد تساؤل، فين الرحمة؟ أنا مش بطعن في نبي الإسلام، لكن أنا بتساءل فين الرحمة؟ اغتيال أي إنسان معارض ليه؟ طبعا المواضيع دي ما بتتناقش، ما حدش يقدر يناقش في تعتيم عليها. لكن احنا طبعا في دلوقتي في القرن الحادي والعشرين، وعلى رأي عيش عبد الرحمن، بتقول ان طي الاخبار عن حياة الرسول الخاصة لا تقره امانة البحث، لا تقره امانة البحث، ولا هو من هدى القرآن الكريم الذي حرص على أن يسجل منها ما يؤكد بشرية الرسول. فلم يعد يحل لدارس مسلم أن يضرب الصفحة عن ذكرها. إنني من كل ما تناولت من حياة رسول الله لم أرى في شيء منه قط ما أتحرج من تعريضه لضوء البحث. ويبدو هي بتقول إنني من كل ما تناولت من حياة الرسول، فيبدو ان هي ما تناولتش هذا الموضوع لترى ما فيه. لكن احنا بنحتاج الى ردود. ايوه الانسان له اعداء، له معارضين، له اي انسان تاني يقدر يقتل ويغتال، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ انسان قدوه ومثل، نعم، ونبيه. صعب. ترى أنا لدي سؤال، ماذا يقول الكتاب المقدس عن معاملة الأعداء والآخرين؟ برافو، برافو، صحيح، مقابلة جميلة. نعم. اللي قاله السيد المسيح في العظة على الجبل الشهيرة في إنجيل معلمنا متى إصحاح 5 و6 و7، قال أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. شوف المسيح حاجة حلوة. فده اتنين من تلاميذ المسيح راحوا بلد فضربوهم للموت وسابوهم يموتوا، بعد ما فاقوا رجعوا، يقول لك رجعوا فرحين لأنهم حسبوا أهلا أن يهانوا من أجل اسمه. فالإنسان اللي عايش لرسالة يتألم من أجلها، يتعب من أجلها. وعشان كده أنا مش قادر أفهم تصرفات نبي الإسلام في هذه المواقف. نعم. يعني أنا مش عايز أحكم، لكن أنا مش قادر أفهم. وأعتقد أن في كثيرين مثلي لا يفهمون. وإذا واحد راح يسأل يقول له لا تسأل، لا تناقش يا علي، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم. فأكاد أسمع تقول إذا كان أحد الأشخاص اعتدى علي أقول له الله يباركك؟ هذا شيء صعب. صعب، صعب على الطبيعة البشرية. نعم. لكن الإنسان اللي بيعيش مع ربنا، وده الفارق اللي أنا بقوله، إن المسيحية بتعطي قوة داخلية. نعم. للإنسان لما بيطلب من ربنا بيديله قوة الروح القدس، بيديله إمكانية التصرف الصح. أستطيع كل شيء
في المسيح الذي يقويني، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. في قوة بياخدها الإنسان، لكن الإنسان الطبيعي ما يقدرش، ما يقدرش. هيعيش إزاي وهيعمل إيه؟ عشان كده بقول إن هناك شيء مفتقر لازم الناس تتطلع إليه، وهو قوة الله في حياة الإنسان، نعمة الله في حياة الإنسان. نعم، ده شيء مهم جدا، علشان خاطر الإنسان ما يعملش الحاجات دي، يعني حاجات صعبة أو اغتيالات ودماء وسفك دماء، حاجات صعبة خالص. فأنا برجو أن الأخ المشاهد أو أي واحد مشاهد يفكر في الحاجات دي ويسأل، يقرأ كتب، ما يسيبش نفسه كده من غير ما يعرف، يقرأ كتب، يطلع، يتعمق، إن لم يعرف يسأل مشايخ، معلمين، علماء، عشان خاطر يوصل للحق. إيه أنا قريت كده كده كده، الكلام ده معناه إيه؟ لأن لازم نحترم العقل هنا، نعم، مش كده؟ عشان يقدر يوصل إلى قرار في حياته، هو ماشي في أي اتجاه، ماشي في أي ناحية، ماشي في أي حتة. اتنين من، بس هي المشكلة اللي أنا بشوفها إن في قضية جوهرية خفية، وهي أن مشاعر المسلمين عموما يقول لك ده غزو صليبي صهيوني، أصل الناس دولت عايزين يسقطوا الإسلام ويجوا ياخدوا الدول الإسلامية وتبقى صليبية وصهيونية. بالتأكيد أنا شخصيا لا لي أهداف سياسية، ولا أفهم في السياسة، ولا أنا عميل لحد من الهيئات السياسية. أنا أخاطب العقل، أخاطب العقل، فكر يا عزيزي وشوف الطريق اللي أنت ماشي فيه شكله إيه. من حقك تفكر. بكل أسف شديد اللي أنا بشوفه أن الغالبية العظمى من الناس ماشية، اللي مولود مسيحي ماشي مسيحي خلاص، اللي مولود يهودي ماشي يهودي وخلاص، اللي مولود مسلم ماشي مسلم وخلاص. طب وبعدين؟ مش لازم يفكر ويبقى له قرار شخصي؟ نعم، فكر بقى له قرار شخصي. فعشان كده عايز أقول القرآن بيقول أنه نبي الرحمة، القرآن بيقول أنه قدوة حسنة، أسوة حسنة، القرآن بيقول على خلق عظيم. التصرفات اللي احنا بنشوفها محتاجة إلى إعادة تفكير، مجرد محاولة فهم، عشان الإنسان يتتضح ليه الأمور ويشوف التعليم السامية. يعني مثلا في أيام موسى كان عين بعين وسن بسن، لأن ده كان عصر الناموس قبل ما يجي عصر النعمة. فالناموس يعني الشريعة، الإنسان طبيعي وبتصرف جسداني، لكن مفيش قوة. فلما جاء عصر النعمة أعطى للإنسان إمكانية وقدرة أن يعيش على المستوى الإلهي الفائق والسامي. نعم. طيب نرجع تاني لعصر الناموس ونعيش عين بعين وسن بسن ونغتال وننتقم ونعمل، ما هي برضو دي عايزة وقفة. يعني بعد الإنسان ما وصل لدرجة الدكتوراه هو مدرس أولى ابتدائي تاني يرجع لورا؟ مفروض الإنسان بيرتقي، بينمو، بيخش في حياة نعمة وهكذا. نعم. فالحقيقة أدي 13 راجل وأدي 6 قتلوا من السيدات، وأدي 19 علاوة على السبايا من بني قريظة اللي هم اتخدم واتباعوا في الشام، وجه بثمنهم أسلحة وخيول. وقفة دي عايزة وقفة برضه، لسه سوق العبيد موجود. لسه سوق العبيد موجود. يعني ده بيفكرني بقصة، فكر يعني من السيرة النبوية حديث، ذهب محمد إلى السوق وشاف واحد اسمه زاهر
ان يعرفه. فجه من وراه ومسك زاهر بايديه كده كتفه. فزاهر بيقول له مين ده؟ مين ده؟ قال له انا الذي اشتري العبيد. من قال ذلك؟ نبي. انا الذي اشتري العبيد ويبيع العبيد. طب الاسلام مفروض انه جه عشان خاطر ايه؟ بيقولوا لنا يعني بيها انه جاء حرر الناس من العبوديه وعمل ودى حريات وكده. طب دي تساؤلات يعني. احنا يعني المفروض ان الامور توصل الى مستوى من الفهم الدقيق. روح الانتقام، روح الاغتيال، لان الكتاب بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. الانسان لو كان قلبه نظيف بيعيش حياه نظيفه وسليمه. ازاي انسان بيدعو الى مبادئ ساميه، الى تسامح، الى حب، انسان بيمثل الله على الارض وينتقم لذاته؟ وضع غريب فعلا. فكل ما هنالك، احنا بنقول ان رسالة الرسول هي رسالة حب، يدعو الناس الى عبادة الله، يدعو الناس الى بالايه؟ بالموعظة الحسنة، لكن مش انتقام من المعارضين، مش انتقام من المعارضين. يعني نرجو ونطلب من الله ان هو يفتح العيون ويدي نعمة. اهم حاجة بصراحة الحياة، الدين محتاجة للانسان انه يتغير كلية عن طبيعته القديمة، الطبيعة المنتقمة، الطبيعة الكارهة، الطبيعة اللي عايشة بالغرائز البشرية المختلفة. المفروض ان الانسان يتغير. الكتاب عندنا يقول ايه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. وان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نعم. فدي عملية تجديد من الداخل، عملية تغيير من الداخل. بصراحة ما بنقدرش نشوف حاجة بالشكل ده في الإسلام. الإسلام ما بيساعدش الإنسان إن هو يتغير، حتى ما بيقولوش اتغير، لكن بيديله شوية أوامر ونواهي، بس الطبيعة من جوه ما تقدرش. إذن الإيمان الحقيقي هو أن يتغير الإنسان من الداخل عن الطبيعة البشرية القديمة اللي هي طبيعة الشرية، وأن يرتقي إلى علاقة حميمة مع الخالق، مع الله، كيما يحيا حياة الطهارة والقداسة. ده تمام. نعم. التاريخ، تاريخ القديسين بيحمل لنا قصة جميلة جدا عن قديس كان أستاذ في الجامعة في تورينو اسمه أغسطينوس. أغسطينوس هذا كان عايش حياة بزخ ومنحلة، لكن أمه كانت ست كويسة بتصلي من أجله. قعدت تصلي من أجله 20 سنة. وبعدين تلامذته قالوا له في اسقف بيوعظ بعظ بليغ قوي، هو كان استاذ بيان وبلاغه، فراح عشان ينتقده. لكن وهو هناك ماسك الورقه والقلم عشان يعمل نقد للخطاب البلاغي ده، قبل ما خلصت الوعظه ما كتبش ولا كلمه. ليه؟ عجبه الكلام. عايز يتوب، بس كان دايما يقول ايه؟ ليس الان يا رب، عايز اتوب واسلم لك قلبي بس مش دلوقتي. وفي يوم من الايام تعب جدا، فطلع هو وصديق ليه الى حديقه. نعم. وقعدوا، وبعدين سمع صوت زي جوقه ملائكيه بتقول له خذ واقرا. فجاله الهاتف انه ياخد الكتاب المقدس ويقرا فيه. نعم. ففتح الكتاب المقدس على رمية 13، إنها ساعة الآن لنستيقظ من النوم. قد تناهى النهار وتقارب الليل.
فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. ركع في نفس المكان وقال له يا رب أنا عشت حياتي وحشة جدا، فأنا عايز أعيش حياة جديدة، فغيرني واديني قلب جديد وطبيعة جديدة. ولما اتغير روح البيت فإحدى عشيقاته جوله، فحاولت تدخل قال لها أغسطينوس اللي تعرفيه مات، ولكن الآن أغسطينوس جديد يعيش لله بقلب جديد وطبيعة جديدة تبغض الخطية. قديس. فإذا في لمس التغيير. نعم. تحبيل. شكرا، لقد أدركنا الوقت. شكرا. ولنا لقاء في حلقة أخرى إن شاء الله. أمين. أعزائي المشاهدين، الله يقول عن الإنسان أن الإنسان هو آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، أي مجد الله، لأن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات من الخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، عطية الله ومشيئة الله أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إن كنت تبحث عن الحق أرفع قلبك معي الله وأطلب من الله أن يظهر لك الحق، لأنه هو الحق بعينه. ويسوع أيضا المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نرسل لكم نسخة مجانية من كتاب مقدس. إذا كان لديكم أي أسئلة أو ترغبون الحصول على نسخة من الكتاب المقدس فنرسلها لكم، اكتبوا لنا على العناوين المذكورة على شاشة على الشاشة الصغيرة أمامكم. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى. نترككم في رعاية الله وشكرا.